فأكد الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يطلب على الإطلاق تأجيل لقاء القمة ما بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة للدوري الذي كان مقرر ليه يوم السبت اللي جاي وتم تأجيله بشكل رسمي. وأوضح الغندور في تصريحات لي أنه تحدث فقط عن ضرورة إبعاد مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك عن يومي السبت والحد لانشغال الحكام الكبار في أوروبا بإدارة مباريات الدوريات المحلية، ولكن تصريحه أساء البعض فهمه. وأشار إلى أن الدوري السعودي لكرة القدم بيزيد صعوبة استقدام حكام أجانب مميزين لأنه بيستقدم أيضا 8 حكام أسبوعين لإدارة مبارياته باتفاقيات مسبقة، وهو أمر بيجعل مهمتنا صعبة. وأشار إلى أن كان قد خاطب 12 دولة أوروبية لترشيح حكام لإدارة لقاء القمة قبل تأجيله، وحصل على موافقات من بيلاروسيا وهولندا بحكام من النخبة الأوروبية بجانب أيضا اليونان. قصة أصلا التحكيم دايما في مباراة القمة بيكون حواليها أخبار كتير، ومين الحكم الأجنبي أو مين المدرسة الأجنبية اللي هتكون بتدير اللقاء، ولكن أعتقد مع حسم أي ملف لأي حكم أجنبي ما بيكونش عليه أي مشكلة. للأسف دايما بيكون الحكم الأجنبي عنده يد عليا كده عن الحكم المصري، خصوصا في المباريات اللي فيها ليها جماهيرية أو الأندية جماهيرية زي الأهلي والزمالك أكيد. فكان في حكم أجنبي خلاص تم التواصل، واضح كمان أن كانت الاتحاد المصري لكرة القدم كان ماشي في خطوات على أن المباراة في موعدها، وكمان تواصل مع اتحادات لكرة القدم أوروبية علشان يحصل على خدمات حكام من هناك، كان ماشي في خطواته، وكمان اللاعبين والأجهزة الفنية على مدار الايام اللي فاتت كنا بنتكلم عن استعداداتهم لمباراه القمه اللي كانت يوم السبت، سواء فايلر ومبارياته الوديه، المباراه الوديه اللي خاضها مع فريق العالميين، على الصعيد الاخر ايضا نادي الزمالك ومباراته الوديه اللي خاضها مع فريق المنيا، وكان كله بيشتغل تصعيد لاعبين يكونوا بيشاركوا علشان عدد اللاعبين اللي موجودين في صفوف المنتخب يبقى هم بيعوضوهم. كانت الحاله المفروض ان هي في سكه ان في مباراه قمه هتكون بتلعب بيوم السبت، جه قرار امني ان المباراه هتكون بتتاجل أجل غير مسمى. ده بالنسبة لكابتن جمال الغندور، وأكيد كانت استعدادات خاصة داخل لجنة الحكام لمباراة القمة اللي كنا على أعتابها في الجولة الرابعة.